اتصالات ربع الساعة الأخير على المحاور الرئاسية والعمالية والاقتصادية كادت أن تنتج صيغة توافقية سعى إليها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الصيغة تولى بري تسويقها وعرضها على الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، وذلك خلال اجتماع استمر أكثر من ساعتين وافقت في نهايته الهيئات على التسوية مع بعض التعديلات. جاوبنا مع الطروحات يلي الرئيس بري دولة الرئيس قدمها، وبالوقت ذاته كان لنا بعض التغييرات الجزئية. نتأمل أنه الاتحاد العمالي العام بيقدروا بيصير قبول من جهاتهم، وهالموضوع ساعتها بينتهي. وخلال إدلاء القصار بتصريحه في عين التيني، وصل وفد الاتحاد العمالي برئاسة غسان غصن فنداه القصار إلى المنصة وتصافحها. يا غسان، يا استاذ غسان، تفضل. ونحن مع الاتحاد العمالي العام اخوان، وبهمنا نتعاون مع بعض لما في مصلحه العامل وصاحب العمل، فبتامل انه نوصل الى شيء ايجابي ونقدر بعدين. شكرا. عشان الامل بالله كبير. الاتحاد العمالي تبلغ من بري النتيجة فوافق عليها بالمبدأ، ليتوجه بعدها إلى السراي الحكومي لطبخ القمح كما قال غسان غصن، لكن القمح لم تنضج لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. وكان وفد الاتحاد استهل حركته بزيارة بعبدة، حيث شدد الرئيس سليمان على أهمية إبقاء الحوار قائما لوضع تصور يضمن مصلحة الجميع حتى ولو كان غير مثاليا، راهنا على أن يتم لاحقا البحث في العمق في سياسة اجتماعية شاملة تصحيح الوضع بدءا من الرواتب والأجور وصولا إلى أسواق العمل. المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي كان بدوره في أجواء الاتصالات، وقد وضع كل الاحتمالات أمامه وأعد خطة تحرك على مختلف الأراضي اللبنانية في حال فشل المفاوضات. ليس من اقتراح حتى الساعة مجدي ممكن أن نعرضه على المجلس التنفيذي لأخذ الموقف منه وبالتالي ننهي الإضراب. الإضراب قائم غدا، يجب أن يصدر قرار اليوم من الحكومة يصحح الأجور. تفاوضنا لتفاوضوا شهر ونص وما وصلوا لنتيجة، إنه شو بدنا ننتظر تفاوض شهر ونص تاني شوي أزمة صواريخ لنحلها؟ رح تتوزع النقاط الأساسية في المحافظات والأقضية عند مراكز الأقضية والسرايات وفي السرايا وأمام السرايا الحكومي في بيروت. الساعات الفاصلة ستكون حاسمة لتحديد مصير الإضراب، والكلمة الفصل سوف تصدر عن مجلس الوزراء لتكون ثمرة جهود مضنية قادها كل من الرئيس بري وميقاتي من أجل تقريب وجهات النظر بين الاتحاد العمالي العام من جهة والهيئات الاقتصادية من جهة أخرى. من أمام مقر الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر، نخلع ضيمة، MTV.